الكرنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم الافتتاح الاول الكرنفال مدينة العرائش، مهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث في دورته التاسعة، وان شاء الله اليوم كما ترون كرنفال. هذه السنة هذه حولنا هذا الكرنفال نجيبوا له فرق من المملكة المغربية، من مدينة الرباط، سالة، وتطوان، دار البيضاء، لكي يكون يشارك معنا جميع الفرق من المملكة المغربية. طبعا احنا كنحاول ندخل الاسعاد على ساكنة مدينة العرائش ونرجع لهم الذكرى ديال الاسبوع العرائش اللي كان هذا الشارع هذا نفس اللي انا حضرت عليه في اوائل السبعينات، اللي كان نفس هذه الفرق كتدوز والناس كتفرج في هذا. فطبعا احنا كنحاولوا طبعا سكان مدينه العرائش هما اللي غادي يحكموا على هذا الكرنفال. نعم، هذه السنه هذه كتميز بالاخص بالفرقه النحاسيه ديال تطوان، مشاركه متميزه بالاضافه الى مدينه الرباط، يعني فرق الشعوب الناريه وديك الشيء فرقه من الرباط، بالاضافه الى الاحتضان ديال الساكنه. نعم، يعني شنو هي الميزه اللي كتميز بالنسبه لكم هاد العام؟ السنه اللي فاتت حنا جبنا الفرقه ديال السلام، والناس استحسنت ديالهم وطلبوا منا باش نجيبوا الفرق مثلهم، فبغينا جبناهم مدينه تطوان. وطبعا مزيان كان نعم، هناك ناس في خفاء كيخدموا ما كيبانوش، يعني بالنسبه لكم شكون هما الناس اللي كيدعموا المهرجان؟ كيبان من خلال مثلا اللوحات اللي كتعرض والانشطه اللي كتبان، يعني كاين الخفاء، كاين كذلك جهد كيتقام. نعم، احنا الجمعيه عبد الصمد كنفوي فيها كثير من الشباب وفيها ناس كيخدموا في الخفاء. طبعا احنا واصلين حتى 150 من الشباب اللي كتلاحظوا دابا اللي هما منخرطين وكيساعدوا كاين الناس كما قلت كيخدموا في الخفاء، وشكرا لهم. وانا كنشكر عامل صاحب الجلاله اللي كيدعمنا، وكنشكر الامن الوطني اللي كتوقف معنا والقوى المساعده ورجال المطافئ، كنشكرهم بزاف ويصبروا معنا هذا الاسبوع هذا.